ça se fait. أنا ما فهمتش لأنه في آخر دقيقة الفريق الأزرق هو اللي كان فائز، لكن في الأخير فريق الأخضر هو اللي لحق الأول، وعلاش؟ ما على باليش. أنا دخل راسي ما خسرتش، أنا جبت في هاد الديفي ولازم ندي حقي. مع كمال وزينو كانوا يتجبدوا في هذاك الحبيلة خرج اللوغو، الفرحة تاع اللوغو ما كاش كيفاش نديرو، قاعدين نخزرو منها من لقينا غير البحر. هيا قالت لي ياسمينة يا شفنا كمال وزينو ورحنا تبعناهم. هذيك السخانة تاع الديفي رحت نجري بلونجيت في البحر، البحر مقلاصي بصح ما حسيتلوش. يعطيكم الصحة، درتو مجهود كبير، لكن نتيجة التحدي فيها وعليها. كوتش، واش صرا في هذا التحدي؟ ألوغ، الملاحظة الأولى بالعين المجردة، كاين تنظيم وترتيب لازم نتبعوه. شفنا الفريق الأخضر وين؟ ياسمين بدأت الأولى، موراها كمال، وموراها زينو أبخي خولة. كي خرجتوا من المرحلة الأولى، خرج كمال الأول، ياسمين. من المستحيل باش يخرج كمال قبل ياسمين. وعليه؟ وعليه لازم نروح نشوفوا الفار كوم دابيتيود باش ما نحقرو حتى واحد، ونعاودوا نولوا باش نمدوا لكم النتيجه. رغم الفرحه الهستيريه تاع الفريق الاخضر كي فازوا، ابخي كي شافونا انا وسليمه قلنا نروح نشوفوا الفار، انتم تكلموا وتفشوا، وكانت رده فعلهم جد ايجابيه مع الفريق الازرق. اذا بعد ما شفنا الصور في الفار، الفريق الفائز بتحدي ليزاندالوس هو الفريق الأزرق. كان صعيب بزاف عليا أنه نقول بلي الفريق الأزرق هو اللي ربح بعد ما الفريق الأخضر احتفل وعيط وتشبكوا حتى في الماء، لكن بعد ما شفنا الفار اتضح أنه الفريق الأخضر ما احترمش قانون التحدي، وبذلك الفريق الأزرق هو اللي فاز. هذه الروح الرياضية اللي نحب نشوفها في كل مرة. كيما كنت نهضر مع ليكيب ديالي كنت نقول لهم ما تريسيوش، كاين الفار هو اللي جاب لنا حقنا، إيبان الفار في لافان هو اللي جاب لنا حقنا، وحنا اللي ربحنا الديفي.